يواصل شباب محافظة تعز احتفالاتهم بالذكرى السادسة لثورة الحادية عشر من فبراير بمهرجانات كرنفالية وشبابية واسعة. ونحن نحتفل اليوم بهذه الذكرى، لا ننسى أن نحيي أولئك الأبطال المرابطون في الثغور والكبال والوديان. في ريف المحافظة وتحديدا هنا في الحجرية شهدت المنطقة هذا الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة التي كان لأبنائها شرف المشاركة فيها وتقديم عشرات الشباب في صفوفها. تفاعل الجمهور مع فقرات الحفل المتنوعة كان واضحا من خلال تشجيعهم لهذه الزهرات اللواتي أبدعن في هذا الكرنفال. كما أن فبراير أبرزت الأبطال والشهداء ومعادن الرجال، أيضا هي اليوم تبرز الفن وتبرز دور الشباب. أنا بالحقيقة أهني أبطال المقاومة وأدعو لهم بالتقدم والثبات. نحن من أبناء ثورة 11 فبراير سوف نؤكد ونقول لعلي عفاس والحوثي بأننا نحن ماضيون على درب أخواننا الشهداء. نعيد الذكرى ونعيد أهداف ثورة فبراير إلى المقدمة لوفاء لشهداء 11 فبراير السلميين. يؤكد ثوار فبراير أنهم ماضون في سبيل استكمال مسيرة الشهداء والجرحى، وأن مشروع المقاومة ما هو إلا فصلا آخر من فصول الثورة ضد مشروع الانقلاب.